ولسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا من مهارات عظيمة. وصلنا دلوقتي للفقرة الطبية والإفراط في نوعيات الأكل المختلفة من أكثر المشاكل الشائعة اللي بيواجهها كتير مننا، وده بيؤدي لمشاكل كتير منها زيادة الوزن. وفي بعض الناس اللي بتفضل نوعية الأكل الدسمة والوجبات السريعة، وأحيانا طبعا المشكلة دي بترجع في الأساس لأسباب نفسية وعاطفية. طيب إزاي نتحكم في الشهية والغريزة اللي موجودة عندنا دي وفي نفس الوقت من غير ما نحس بأي حرمان خالص؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذية العلاجية. يا دكتور منوراني. منورة بيكي دايما. بجد والله. عاملة ايه يا حبيبتي؟ بشكر حضرتك طبعا في كل يعني حلقة بتكوني فيها معايا. انا بشكرك على استضافتك الكريمة دايما. انا النهاردة والله الدكتور كانت قاعدة معانا قبل ما ندخل، وكل اسئلة حضرتك اللي كانت من خلال الصفحة الشخصية اخذت الاجابات منها وكتبتها يمكن بايدي عشان تتبعت بالميل على الشركة ترود. فبشكر حضرتك جدا لاهتمامك. وطبعا اتمنى متابعينا من خلال شاشة قناة الاهلي يبقوا دايما متابعين الموضوعات الخاصة بحضرتك، ولو ليكوا اي اسئلة سواء من خلال صفحتي او من خلال صفحة الشركة دكتور ريهام هتجاوب ونعمل فيديو وننزله ان شاء الله فيه كل الاجابات. النهارده الموضوع مهم، فرق بين ان انا يعني الشهية والجوع. مسألة بينهم خط كده بس احنا ساعات ما بنعرفش نفرق. بالظبط. فعايزين حضرتك تفهميها لنا كده ببساطة عشان نقدر يعني نفرق ما بينهم. هي أولا مشكلة كبيرة جدا، لأن كمان عايزين نضيف لهم بقى حاجة ثالثة خالص وهي العطش. أنت عارفة شيف عظيمة إن أوقات كتير جدا بنكون عطشانين أو خلينا نقول محتاجين مية، مش حاسين شعور العطش اللي هو نشفان زي الصيام، مش للدرجة دي، بس بنكون محتاجين نشرب مية، بيترجم عندنا إن ده جوع. نفضل ناكل رايحين جايين على التلاجة ناكل وإحنا أصلا عطشانين، فأنت تحلي حاجه غلط، فانت اصلا عطشانه عماله تاكلي. ده انا عندي كده مشاكل في الشعور يا دكتور. بالظبط. عايز اقول لك ده عند كل الناس، في دايما المسج دي بتوصل غلط لما مش يكون العطش الشديد اللي هو زي رمضان. انا محتاجه ميه عطشانه بس مش حاسه بشعور العطش الجامد ده، بيترجم عندنا ان جوع، فنروح ناكل ونلاقي نفس الشعور موجود عندنا ما بيروحش. فيك يا دكتور انا باكل ما بشبعش، ده بيكون ثلاث ارباع الوقت عطش، لان انت بتسمعي دايما ناس كتير انا مش بحب الميه ما بشربش. أيوة. ميه بنسى اشرب ميه. صح. فهتلاقي ثلاث ارباع الناس عندهم المشكله دي وعندهم الشكوى دي وبياكلوا بشراهه نتيجه ان هم اصلا محتاجين ميه مش محتاجين ياكلوا. دي اول خطا شائع جدا وللاسف مش ناس كتير عارفين. طب نيجي نتكلم بقى على الحاجه اللي انت قلتيها في المقدمه وعجبتني جدا. احنا مشاكل عاطفيه، ضغوطات الشهيه، بناكل. لا، هو الايموشنال ايتنج او الاكل العاطفي اللي هو للاسف بقى في الفرح وفي الحزن، يعني احنا فرحانين بناكل، زعلانين بناكل، عارفه لو في حاجه معينه نقول تمام، لكن للاسف بقت كل المشاعر بتتحول عندنا ان احنا بنترجمها في صوره اكل. صحيح. نخرج وناكل، نطلب دليفري، نعمل في البيت، نقوم نعمل اكله تكون حاجه دسمه كده حلوه تبسطنا وناكل. فاحنا مش عايزين دايما نترجم مشاعرنا في صوره اكل. تمام. طيب نسيطر على ده ازاي؟ نعمل ده ازاي؟ لان احنا للاسف مش دايما القرارات اللي بناخدها تجاه نفسنا الصحيه او الكويسه بنقدر ننفذها او ننفذها على مدار الوقت. انا عايز لما اكتئب او افرح ما اكلش، اعمل حاجه تانية مفيده، اروح العب رياضه، اطلع طاقتي في حاجه تانية اطلع فيها طاقه الغضب مثلا، غير الولاد طبعا، غير الولاد. بالظبط. نروح نمارس اي حاجه نطلع فيها الطاقه السلبيه بتاعتنا. أيوه. طب نترجم ده في ايه بقى؟ التالي ان احنا نحاول على قد ما نقدر نقسم كل ساعتين ثلاثه بناكل حاجه صغيره، ونحاول قدر المستطاع ما ننجرفش الفكره ان انا متضايق فاروح اكل شوكليتس وايس كريم واطلب جانك فود. لا، خلينا. انت عارفه يا دكتور هي لحظات، لو صبرنا بالظبط بنحس بالشبع، او غيرنا اختيارات، غيرنا اختيارات سن. يعني انا ابتديت عارفه لو انا الثلاجه عندي فيها شوكليت وفيها تفاح، وابتديت ان انا اكل في تفاح في الاول، هوصل لمرحله ان انا لما هاخد من الشوكليت دي هاخد كميه صغيره. بالظبط. أيوة. فنحاول نخلي اولوياتنا اكتر للحاجات الثانيه، ونبقى ناويين ناكل الحاجه اللي هي التبويض، بس ابتدوا بالعكس، اخد خياره، جزرايه، فناخد الكم الاقل. بالظبط، هناخد الكم الاقل، احنا مش بنقول نبطل خالص. ومن هذا المنطلق بتاع الكم الاقل اللي احنا بنتكلم فيه، بنتكلم على الكم مش الكيف حاليا، عشان دي مشكله ثلاث ارباع الناس. هنعمل ايه طيب عشان نقفل شهيتنا بطريقه امنه صحيه ما تشتغلش على مراكز المخ وتساعدنا في الخطوه الايجابيه اللي في ناس بتبقى محتاجه نفسها. عوامل مساعده فعلا يا دكتور بجد، ثلاث ارباع الناس دلوقتي. يعني خلينا كلنا على فكره نتفق مع بعض. ليه بقى؟ لان زي ما انت حضرتك بتقولي الضغوطات، المشاكل بمختلف اشكالها، اللي بيشتغل واللي ما بيشتغلش، اللي عنده اولاد اللي ما عندوش اولاد، الفترات التقلبات، الصيف دلوقتي احنا مرحله صيف، الناس بتخرج بتسهر قاعده بتتسلى قدام التلفزيون، داخلين على فتره الدراسه كمان في التزامات كتير والدنيا هتبقى بالظبط كده، في الدراسه الشتاء برد فاحنا بناكل وهكذا، دايما عندنا الشماعه اللي بنعلق عليها ان احنا شهيتنا مفتوحه. طيب الحل ايه؟ الحل البسيط السهل العلمي ان انا
جاي النهارده بتكلم عن بيستا وهو كويس. منتج امن 100% وبنقدمه في صوره كورس متكامل قلب مالتي فيت، وده الفيتامين اللي بيكون مصاحب للمنتج اللي هو بيستا اللي بيساعد على ملء البطن. انا عايز اعمل بالونه في بطني بطريقه طبيعيه، طب هتشكليها بايه؟ بان انا باخد الياف ما بتدوبش، الياف بتعمل في بطني شكل البالون. طيب الالياف دي عباره عن ايه؟ أيوة. شوفان، أيوة. رده القمح، قشور السيليوم. طب ليه يا دكتور ما ناكلش الحاجات دي من المطبخ؟ ما احنا بيتنا في قشور السيليوم عادي جدا، الناس اللي بتطبخ كيتو عندنا شوفان، عندنا الرده بتتباع، ليه ما ناخدهمش؟ عشان بمنتهى البساطه لما هاخد الحاجات دي بالكم المطلوب عشان يعمل لي البالون في جسمي لازم كميات كبيره، كميات كبيره بسعرات كبيره. انا لسه عامله عيش شوفان بس عمري ما هاكل الرغيف، هاخد ربعه بالظبط كده. فاحنا بنقول صحي الرده، الشوفان صحيين مفيدين لمرضى الكوليسترول، الضغط، القلب، بيقللوا الدهون في جسمنا كويس. لكن ليهم رقم من السعرات. طب انا لما هاخد كيس بيستا هاخد ساشت او كيس على كوبايه من الميه، ويا ريت لو اشرب مع كوبايتين ميه عشان افضل فايده الميه وهنملى بطننا اكتر كويس. قبل كل وجباتي الرئيسيه انا بعمل ايه؟ خدت ساشت بطعم التفاح، طعمه حلو جدا سواء حتى للاطفال من اول سن 13 سنه هي. فانا بستخدم منتج امن للاطفال وللكبار السن، امن للناس اللي عندها مشاكل او امراض مزمنه، ملى بطني. فهدخل على الوجبه اللي جايه اللي هي بغض النظر انا مكتئبه، سعيده، فرحانه، ايه المود العام بتاعي اللي هو تقريبا مش هيختلف في الاخر، النتيجه واحده، هناكل يعني هناكل. فانا خدته وقدامي الاوردر اللي انا طالباه. انا دلوقتي بتكلم على السيناريو الأسوأ، ان انا مش منظمه، مش باكل اكل صحي ولا اي حاجه. أيوة. طلبت نفس الحاجه اللي كنت باكلها دايما مع زمايلي مثلا في الشغل، هلاقي نفسي مش قادره اكل خالص اكتر من نص الكميه. فبالتالي انا قطعت عليكي نص السعرات، فانا كافحت او ساعدت معاكي في ان التقلبات المزاجيه الهرمونيه، عندك مشاكل لا قدر الله في الغده، انت عندك مشاكل في الحرق، انيميا، نقص فيتامين دي، بغض النظر ايه مشاكلك اللي احنا دلوقتي مش عارفينها، فهنتكلم عن الشريحه الاكبر من الناس اللي ممكن تكون بتعاني منها الحاجات اللي انا قلتها، احنا حلينا لك مشكله كبيره جدا وهي كم الاكل، السعرات اللي داخل. لان للاسف برضو خلينا نكون صراحه مع بعض، الخارج وهو الحركه والنشاط الرياضي والطاقه اللي احنا بنطلعها، خدنا هو ميزان، انا بدخل حاجه ولازم اخرج حاجه. صح. الخارج ده بقى قليل جدا، مين فينا بيركب العربيه بيركنها قدام المكان؟ ان انا امارس الرياضه شيء صعب جدا، فبالتالي احنا حريصين دلوقتي ان الداخل يقل كتير جدا. أوكي. عملنا ده بان احنا خدنا بيستا من مرتين لثلاثه يوميا، وخدنا القرص قلب مالتي فيت فيتامين مره واحده فقط يوميا. هيفيدنا في ايه بقى؟ هيفيدنا ان كل مضاعفات والمشاكل اللي بيعاني منها اي شخص كرونيك دايتر، كرونيك دايتر يعني ايه؟ يعني شخص بيعمل دايت طول حياته من اول ما اتولد، هو هي لسه في المدرسه عندها 15 سنه ومامتها بتقول لها خسي عشان ما تخشي الجامعه، هتتجوز فعايزه تخس، الدكتوره هتلاقي عندها تكيسات مبايض عشان تحمل فقال لها خسي، ولدت فلازم تخس، عايشين حياتنا في سلسله بنكمل طبعا لازم اخس لازم اخس لازم اخس. فالحل الاساسي هنا ان احنا لازم طول الوقت مادين جسمنا بالفيتامينز والمينرالز اللي جسمنا محتاجها عشان حرقه كمان يكون منتظم. والله يا دكتور هو كلام كويس جدا الحقيقه. انا انت عارفه انا بحب اقعد اتكلم معاكي في التفاصيل لان في حاجات بتفرق، وفعلا في ناس هتسال اشمعنى بيستا، طب ما احنا ممكن ناخدهم من مكونات في البيت، بس حضرتك جاوبتي على السؤال ان السعرات هنا اقل بكتير من اللي احنا ممكن ناخدها في البيت، مش هنعرف نتحكم كمان في بالزبط. الكميه بالظبط كده. طيب احنا معانا تليفون يا دكتور. أوكي. ناخد ايه معانا؟ اهلا وسهلا معانا رحمه. اهلا وسهلا يا رحمه. ازيك؟ اهلا حبيبتي، اتفضلي الدكتور معاكي. ممكن اتكلم الدكتور؟ معاكي الدكتور. يا رحمه ازاي؟ عامله ايه حبيبتي؟ عندك كام سنه؟ الو الو معاكي. أيوة. يا رحمه اتفضلي قولي سؤالك، الدكتور سامعاكي. ايوه عندي 30 سنه. سامعيني؟ انا بس صوتك. عندك كام؟ 30. يا حبيبه قلبي صوتك صغير خالص يا رحمه، بتضحكي علينا ولا ايه؟ لا والله 30. طيب يا حبيبتي قولي لي وزنك بعد اذنك وطولك ومشكلتك. تمام انا وزني 150. اوكي طولك 150 بقى ولا وزنك؟ طولي 150. ايوه وزني 85. اوكي يعني عندنا تقريبا متوسط 30 35 كيلو. اوكي هو انا كنت قبل كده طلبت منتج وكده اونلاين. أيوة. وجالي على البيت وخدته، بس انا كنت تعبانه جدا منه وكان عندي هبوط وكنت بنام فتره طويله. خدتي منتج غير اللي انا بتكلم عنه صح ولا ايه؟ اه. لا اوكي لسه ما جربتش بيستا. لسه ما جربتيش بيستا، فانت محتاجه نقول لك الروشته النهارده. اوكي عانيتي بقى معلش من ايه؟ من المنتج التاني اللي خدتيه عشان تخسي؟ رحمه ايوه ممكن معلش اعرف المشاكل اللي عانيتي منها من المنتج اللي خدتيه عشان تخسي؟ دوخه وضربه قلب سريعه. اوكي عندي دوخه على طول. اوكي فتره طويله كنت بنام. اوكي كنت باكل
طب ممكن اسالك سؤال يا رحمه، انت عملتي تحاليل فيتامين دي سي بي سي، تعرفي عندك انيميا ولا لا؟ عملتي اي تحاليل مؤخرا ولا ما عملناش اي تحاليل خالص؟ عملت بصراحه لا ما عملتيش. طيب تمام. طب اسمعيني انا هقول لك الروشته كامله متكامله اكننا قاعدين مع بعض في العياده، وبعد ما اقول لك الروشته علشان دايما بقول حاجه مهمه جدا، الروشته الاول مره او زيارة دايما بقول للناس لما بتجيلي في العياده مجرد اول استشاره مع بعض دي غير كافيه، دي مش دي ما حاجه ما تغنيش عن المتابعات يا جماعه. اللي هيتواصل مع الفريق بيست على الارقام اللي ظاهره والصفحه، في متابعه اسبوعيه مع الدكاتره اخصائيين التغذيه العلاجيه، ودي ضروريه جدا جدا لان استجابه كل شخص وظروفه الصحيه، ممكن يكون تطبيقنا للامور صعب، شهيتنا فيها مشاكل، عندنا نقص في فيتامينز وحاجات تانية، احنا واحده واحده بنصلح معاكي كل حاجه عشان نوصل بالمنتج الامن لنتيجه مرضيه لينا كلنا. كويس. طيب هنعمل ايه يا رحمه بقى ليكي ولاي حد سمعنا عنده نفس تقريبا المشاكل؟ احنا بنتكلم في 30 كيلو تقريبا متوسط، ودايما بقول ان بيستا ميزته انه بنخس من 8 ل 12 كيلو شهريا، وده رقم رائع جدا. خلينا نقول ان الستات هتخس الاقل والرجاله المحظوظين هيخسوا الاكتر عشان الكتله العضليه بتاعتهم. طب خسيتي هنقول 8 كيلو في الشهر، ده رقم كبير جدا، يعني انت في خلال 3 شهور تقريبا هتوصلي للهدف بتاعك، رقم قليل جدا. طب نصيحتي لرحمه ولاي حد اللي بيخس بمنتج او غير منتج يا جماعه، لما توصلوا لهدفكم او حلمكم احرصوا على تثبيته 6 شهور متواصلين علشان يبقى اخرنا، حتى لو زدنا في صيف في شتاء 2 3 كيلو انا الزيادات دي اقدر اتحكم فيها. لكن للاسف اللي بيحصل بنفرح جدا ونزقطب بال 30 كيلو، يجي لنا ضرب نفسي، مذاكره، امتحانات، مصيف، ارجع تاني اسيب بال 20 كيلو وابدا رحله الكفاح تاني واكون ضريت حرق جسمي، فالنتيجه هتيجي بصعوبه اكتر بكتير من الاول. احنا معانا دكتور تجربه. أوكي. يعني تقرير معانا لحاله لرحمه برضو. شوفي بقى رحمه دي عملت ايه يا رحمه. ايه طيب هنشوف تقرير لآية ونشوف خست ازاي وعملت ايه، وبعدين نرجع نستكمل مع دكتور ريهام باقي حديثنا ان شاء الله. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم، قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. طبعا شفنا التقرير الخاص بآية، ودلوقتي بقى هسأل حضرتك ليه احنا في الكورس، عشان برضو اصدقائنا لسه منضمين ولسه بيشوفونا لاول مره، ما شافوش لينا حلقات قبل كده. أوكي. ليه بناخد الكورس معاه الالب مالتي فيت او الاي ال بي مالتي فيت مالتي فيتامين؟ ليه بقى بناخده مع بيستا؟ ليه بقى هنتكلم عن الالب مالتي فيت سريعا. قبل ما نتكلم عن بيستا ونقول ان انا لازم كل حل كبير مع حلول تانية صغيرة، لو من غيرها للأسف حل كبير ممكن يكون ملوش أفضل استفادة منه. Okay. ده اللي احنا تأكدنا منه في المجموعة، فقررنا ان احنا نقدم السولوشن أو الحل كامل متكامل. المالتي فيت هو فيتامين في كل اللي جسمك محتاجه يوميا كجرعه يوميا لشخص طبيعي، من الكالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، كل الفيتامين، المجموعه بتاع فيتامين بي، كل الحاجات اللي ليها علاقه بالجمال، يعني شعر، ضوافر، فكل حاجه احنا بنتكلم فيها دلوقتي ليها علاقه بالجمال. يعني ايه؟ يعني بنوته صغيره زي دي هي خست، كل المضاعفات دايما بتحسها ايه، انا خسيت بس بشرتي شحبه، شعري، ضوافري بتتساقط، صح، دايما الحرق بيكون فيه صعوبه حتى لو ماشيين على دايت وستريكت عليه. في ساعات ناس بتهبط وبيجي لها هبوط. عايز اقول بقى حاجه في بيستا نفسه ردا على مهم قوي حضرتك قلتيه، الناس بتهبط في الدايت او مع اي نظام بتمشي عليه. بيستا نفسه بقى مش قلب مالتي فيت بس، في الكروميوم بهم تركيز 500 مللي جرام وفيتامين سي وايه الكارنيتين. اللي انا عايزه اقوله بقى الميزه الرائعه بفيتامين سي الموجود في بيستا انه بيخلخل الدهون الموجوده في الخلايا ويطلعها من الخليه ويستخدمها كمصدر وقود وطاقه في الجسم. جسمنا ما اكثر الدهون الموجوده طبعا. فيه، فانت عندك مصدر وقود سخي جدا، فبالتالي لما بتمشي على بيستا
بتاخديه قبل الوجبات بتلاقي نفسك غير ان جسمك بيتنحت بيحصل ريشيبنج، مش بخس وخلاص، لا مقاساتي بتخس اكتر، انا عندي باور وعندي طاقه ما بيحسهاش اي حد بيمشي على نظام غذائي عادي جدا. النقطه الثانيه مهمه جدا اللي عايزه اقولها برده، ودي من نقاط القوه في بيستا، الكروميوم. الكروميوم ثلاث ارباع الناس دلوقتي عندها مشكله مقاومه الانسولين، كبار وصغيرين. صحيح. الاصابه بالسكر النوع الثاني بقت سمه العصر تقريبا. طب انا دلوقتي بيستا هيعمل ايه؟ يقلل امتصاص النشويات من الوجبه ويحفز افراز الانسولين، فانا بحل مشكله مقاومه الانسولين اللي عند ثلاث ارباع الناس بمنتج امن كله الياف ما بيشتغلش على مراكز المخ، فانا مش بس بخس، انا بعالج مشاكل زي السكر النوع الثاني. اي شخص ما دخلش جسمه انسولين وماشي على اقراص لو ابتدى يخس بيستا او حتى مش غرضه الخسيه هيبتدي مستوى السكر في الدم عنده ينتظم وافراز الانسولين يبقى افضل، فيلاقي نتائج افضل صحيا. هايل يا دكتور. وبالنسبه للالب مالتي فيت، هو احنا بندعم عشان ما نقعش يعني في النص ونرجع نقول احنا حصل لنا كذا، احنا بنلحق من البدايه. بالظبط، عشان كده الشركه عملت الكورس عشان لما نخس ما نطلعش بمشاكل صحيه تانية بعد الخصيه نقول احنا خسينا بس شكلنا بقى، وكمان كميه الاكل هتقل فاحنا الفيتامينز بتبقى بتكمل اللي احنا عايزينه بكل ده، فهتخسي الناس تقول لك ايه ده انت خاسه بصحه شكلك احسن طاقتك احسن، فهتخسي تجربه هتكون ناجحه جدا ان شاء الله يا دكتور. بجد طيب، يعني احنا نقدر نستمر على بيستا على البا مالتي فيت حتى لو احنا مش عايزين ننزل في الوزن خالص؟ انا عايزه اقول حاجه سريعه جدا، انا عارف ممكن يكون الوقت خلاص ضيق، بس عايزه اقول بقى معلومه مش ناس كتير عارفاها برضو، ان احنا لو مش هدفنا الخسيه عندنا كوليسترول، عندنا مشاكل في القولون وفي الهضم وفي الامتصاص، الالياف الطبيعيه اللي انا اتكلمت عليها النهارده دي كلها من اكتر حاجات اللي بتنظم الهضم وحركه الامعاء. فاي شخص بيعاني من مشاكل في الامعاء وحركه الهضم يقدر يستخدمه كمنتج الياف عالي فيه مضادات اكسده قوي جدا، مش عايز يخس. تخيلي بقى ده هي دور تاني خالص بقى. حلو قوي، وفكره التنظيم برضو ونسبه السكر دي والانسولين دي هايله جدا. بالزبط. ان فعلا احنا 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 يعني احنا صغير، في ناس صغيره واصغر مننا كمان بيعانوا موضوع مقاومه الانسولين. بالزبط. ده بشكرك طبعا يا دكتور. طيب اللي احنا قلنا بس ناخد قد ايه من بيست؟ احنا قلنا قبل الوجبه الرئيسيه كيس على كوبايه ميه ونشرب معاها كوبايه ميه ثانيه. لو انا شخص باكل وجبتين رئيسيتين يبقى هاخد كيسين. شخص باكل ثلاثه بس انا بطمن بيه معظم الناس اللي بياخد الكيس ما بيبقاش قادر ياكل عاده، فعاده كلهم دلوقتي التجارب اللي بتجيلي، يعني انا دايما بقول ناكل ثلاث وجبات وسناكس بالكثير بيبقوا اثنين، بياكلوا وجبتين. ده اللي بيحصل على ارض الواقع. والالفا مالتي فيت ناخد قرص واحد فقط يوميا بيغنينا عن لسته الادويه اللي بتكون محطوطه جنبنا على السرير وبننسى ناخدها في اوقاتها. فهو قرص واحد فقط لو احنا الحمد لله ما عندناش مشاكل صحيه محتاجه دعم اكتر من كده، ده كافي جدا جدا. طيب نحصل عليه منين يا دكتور بعد اذنك؟ طبعا عشان يعني في كل الصيدليات دي. أوكي. حاجه لانه مرخص من وزاره الصحه فموجود في كل الصيدليات. النقطه الثانيه نقدر ناخده من الارقام اللي ظاهره على الشاشه وصفحه الشركه. كل دي بايو بيستا، او في كمان بايو بيستا وبايو ناتشرال للالبا مالتي فيت. وفي متابعه زي ما دايما بقوله حريصه ان انا اكد عليها اسبوعيا مع الدكاتره علشان دايما يتابعونا، عندنا اي مشاكل ما نسيبش نفسنا كده ايه لاهوائنا. انا شويه هاخده وابطله، لا خلينا يا جماعه نبدا المشوار نكمل فيه ما نستسلمش. وحاجه مش حتى مع الميه يا دكتور، هو ده ميزته برده بجد الرائعه. انا كل السيدات او الرجال بياخدوه في شنطتهم هم نازلين الشغل، يعني انت قاعده في مكتبك، مش حاجه قرص دواء يعني بيحطوه في كوبايه الميه ويشربوه. مش هقول بتعاطى حاجه اكيد. لا لا حاجه جميله يعني. وطعمه حلو، طعم التفاح الاخضر بالظبط، رايحه النادي قاعده في الشغل، فالموضوع ما فيش عائق قدامنا ان احنا ناخده خالص. هايل والله يا دكتور، انا بشكر حضرتك جدا بجد، لانه يعني احنا بنجاوب برضو على حاجات مهمه، يمكن تفاصيل الحياه في حاجات ساعات بتبقى مفهومنا عنها غلط. بالظبط. فبشكرك لتصحيحها طبعا، وبشكر متابعينا الكرام. وطبعا مع حضراتكم اي اسئله خاصه سواء من خلال صفحه الشركه او من خلال صفحتي الشخصيه، دكتور ريهام طبعا هتساعدنا في الردود عليها، ومعانا طبعا دكاتره كتير متخصصين. انا بشكر حضراتكم. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور ريهام الحيوي استشاري التغذيه العلاجيه. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لمتابعه حضراتكم من خلال شاشه قناه الاهلي لبرنامجنا، واتمنى دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. من هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه، وسلام عليكم.